شيشي يا جبان شيشي يا جبان يا جبان وداعش ولا يعطي فيا. شوفوا الاخوان جايه تسمعوا تبيع وتتشرى انت. لا حول ولا قوة الا شنو هذا؟ شنو اش تعملوا هاي؟ نورمال ليلي فسروا لي طبعتوا انتوما معناها يعني ليزي ليماج نتاع الدوله نتاع المجلس التاسيسي ليزي ليماج نتاع المراه ليزي ليماج اي باش نحاول اني يكون موضوعي ولو اني مكرز مش نورمال خاطر ملي حليت عينيا وانا نرى في الخرا هذا ومانيش مصدق انا مانيش مصدق وين وصلت الحاله يعني حبكم تفهموا ليه انتوما ماكمش فاهمين راك انت كل يوم تمشي تخدم كالطحان تمشي تخلص التاكس للناس هذوك باش يمشيو ويخدموا البلاد باش يمشيو يبعبعوا في المجلس التأسيسي الاخر تقول بركوس مسيب والاخر تقول نعجة والاخر جاي يجري فرحان مدي يا اخي نورمال ليه ماكمش فاهمين راهي مصيبة راهي مصيبة الايماج نتاعنا تحرقت قدام العالم قال شنو هو نائب يخبط في نايبة ورغم لي الحكاية عمري ما انتبناها انا كان جيت بيدي نطرد دين امهم الكل نخرجهم من غاديك ما عادش يقعد حتى واحد ليه هديك هاو ما فيهم ريتوشي واحد عمل حاجة بيف ليه دونك الناس كل اوت كما قلت رني مانيش باش نحاول ندافع على السلوك اللي عملوا اما راي حتى هي قديشي مغطى وين نتفرج فيها نحب نضربها سامحوا احساسي اخويا اموري انا وين راي حب نعطيها راس علاش خاطر هي قاعدة تستغل في الموقف قاعدة تاخذ في الحاجات اللي عملتها تونس باش تتطور بها حاجات تهم المرأة التونسية وتبش تعطيها قيمة وقدر قدام انسان تاع العالم تشد هي تقرأ الاعتداء على المرأة تاخذ كان البارتي هذيك وتمشي تبدأ تتفز في العباد باش يجي واحد بهيم حيوان كيف هذيك ما يعرفش كيفاش يتصرف يمشي يضربها تتقلب الحكاية تولي هي مسكينة ونوليو احنا نتفرجوا في العفتة ذي تو سامبلومون حستني يعني نتفرج انا تو الملك الطاهر قاعدة مسكينة وجي ليه هي فاهمة اللعب فاهمة القوانين قاعدة تعطي في صورة خايبة على الاخر للمرأة التونسية اي انسان ولا اي انسان هبط بوست يدفع ليها راهي تستغل فيك تو سامبلومون مانيش قاعد نحكي على السيدة ذيك اللي ضربها حيوان الساعة ما يستحقش حتى جرام نتاع حتى راكم كلكم نواب شعب ريت كان جيت بيدي انا كما قلت ريت حاجة هاكم تراو تو هاني باش نحكي هاي مزالة الانتخابات تقولوش او نجيو في الانتخابات ونحكي شوف الله يعطيك كسرة الله يعطيه عقرة برا الله ما عادش يجيب صغار الله يعطيك بطار يهبط على راسك كان مازلت تصوتوا لهم العباد هذوما هاك قاعد ترى ما فهمتش انا كل ما تجي الانتخابات عباد ما تمهمش عايشين معانا يبدأ نهار كامل قاعد في الدار يركلك في التي وتفرج في شوف لي حل بعد يمشي بعبسوا الشيطان يمشي فوتي للنهضه وفوتي سيف الدين مخلوف وفوتي لعبير موسي وبعد هاك بتشوفوا شنو يصير هادي شدوا دياركم ما عادش تعملوا حد شيء اقعدوا في الدار خاطر بالرسمي راهو كارثه اللي صارت اللي صار هذا مريتها في حتى بلاد نحن نورمالمون بلاد يضربوا بينا المثل في الديمقراطيه وفي المساواه وفي كل شيء تكسر في نهار رينا الفضايح نتاع نواب الشعب ليت العباد هذوما اللي قاعدين تصوتوا لهم اجم فنجي نعطيكم شويه حاجات في اخر 10 سنين من اللي كنا نتنافسوا مع تركيا كون نجيب اكثر سياح ولينا احنا نبروموتيو في التوانسه باش يمشيو لتركيا افهم الوضع 10 سنين التالي ركز 10 سنين التالي كنا ننافسوا باش نكونوا من اول البلدان اللي تصدر الزيتون ولينا نكريو في الاراضي الخصبه نتاعنا باش نحطوا فيها الزيتون نتاع الاسبان والطليان باش يجيو يزرعوه لهنا ويمشيو يبيعوه على اساس نتاعهم من اللي كنا من اكثر الدول اللي متخرج في الفوسفات ولينا اكثر الدول اللي تعمل فات باش ما يخرجش الفوسفات على لا تربحكم فيقوا مش عارف انا شكون اللي بيدو ينجم ياخذ القرار يهبطونا الينز من السماء هكا في صحفه دور ويهبطوا ويشدوا يشمعوه المجلس الكل واللي فيه كل يندثروا ما عادش يقعد فيهم حتى واحد باش انتوما ما عادش تمشيو تمدوا مكسركم وتنتخبوهم العباد هذوما اللي قاعدين يعملوا في 10 بالله ريتوشي واحد منهم هذوما اللي جماعه النهضه نهار كامل تكذب جماعه سيف الدين مخلوف يحكيوا في خرافات نتاع فرنسا عبير موسي نهار كامل ترعرع وتعمل في الفوضى ما يتعمل في حد شيء يخلطوا فيها باش تعمل فوضى راهو مزمر فيهم هذوك راهو مزمر فيهم عنده زوز ديار في الله قاعدين يعملوا في التمثيليه كبيره وانت كل بيم تمشي تصوت كل ما تقولوا لي حد شيء انا توم كرز ليه ها كان انت بيم وما تغيرش على بلادك سامع مانيش نحكي على عبيد كلر ما قاعد نحكي على انسان يمشي يعاود يغلط المره الجايه هاني سب فيك من تو انا مانيش سب اللي صار عبيد ما نعرفهمش ها
هاكم توا تعرفوا راهو اللي باش يمشي نهار اخر وهاني نحكي فيها الحكايه قبل الانتخابات راهو باش يمشي ان مره اخرى يبدا يسمع في الكذب نتاعهم وباش يمشي يتبعهم العباد هذوما راك خائن خائن انت خائن للوطن انت العباد هذوما ما يستحقوش عباد مطيشه قاريه بشهايدها تخبوا في بقر وجهال عباد مرضى ما يعرفوا حتى شيء يعرفوا كان ياخذوا فلوس من عند عباد باش يعملوا شوشره بوان ان شاء الله يكون بالرسمي الميساج وصل على خاطر بالرسمي فلقتنا مع اكثر حاجه تنجم تخيلها تصير البلاد داخله في فقر البلاد داخله في المزير كوفيد الكل ما ينجم حتى واحد يجي عند ويخرج يقول سكر دين امها البلاد نحي 40% من الشهر نتاع هذوما اعطيهم للشعب سكروا الدنيا شهر تو تدري يقول لهم لا من بعد نقعدوا نتخبطوا احنا في بعضنا والاخر عنده حسانه وتتعدى الحكايه اي وش كان فما كان فما انسان بالحق بالحق غير على البلاد هذيا في منصب راهو اللي ما فهمتش انا اللي وصلت يا اخي تونس اش فيها يا اخي فسروا لي نحب نفهم انا يا اخي فما لويز يا اخي تقعد على الكرسي هكا باش تمشي تولي عندك بوست هكا تقعد يدخل لك لويز من لوط تولي هكا اعمى ما تشوفوه ما فماش واحد غير على البلاد يمشي يخرجهم خرجوا خويا خلونا خلونا اخويا تو نتخبطوا وحدنا مثال ما بتعملوش هكا اقسم بالله العظيم ريقي شاح ريقي شاح ابر الفيديو كنت نعيط وحدي هكاك قاعد في الدار نعيط خاطر مصيبه معناك حتى الضحك ما نجمتش نضحك هاوك من تو وهاوك تنبيه تفكروه الفيديو هذا وقت الانتخابات خاطر انا عارفه والله اقسم بالله عارف روحي باش نعمله ابلود مره اخرى نفسه خاطر عارف اللي باش تتكرر الحكايه كان ما كومش باش كان ماجوريتي نتاع العباد اللي تعمل في نفس الاغلاط كل مره ما همش باش يفيقوا امان بالله 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 اعرف واش تعملوا توا صاي هذوما ما عادش يتحلحزوا لو كان جيب لهم قاضي فيس معناها من المره الجايه هاو من توا من المره الجايه اعرف واش تعملوا باي باي.